وإيصالهم إلى المشافي، سواء المشافي الحكومية أو المشافي الخاصة التي تعنى بعلاج الجرحى. وطبعا أختنا السيدة بدرية أعتقد أن لها، وأنا يعني يمكن كنا شركاء أكيد بالخير معها في عدة برامج علاجية من المنظمات المختلفة في مشافي خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان أيضا لا يزال يعني ما بعد المعالجة في المشافي هناك عناية في دور خاصة للتأهيل استشفاء. للمشافي. ولعلم إخواننا المواطنين الأردنيين أن أعداد الجرحى منهم أرجل مبتورة وأيدي مبتورة وأصابع مبتورة وضرب بالرأس وعيون. وأطفال ونساء وشيوخ وصبايا ومن كل الأعمار ومن كل يعني الشرائح. سواء إناث أو ذكور، هناك أعداد هائل جدا، وهناك عدة بل يعني عشرات العمارات المؤهلة الآن فقط لتأهيل وإعادة يعني واستمرارية معالجة الجريح بعد خروجه من المستشفى في دور رعاية خاصة تقوم المؤسسات الخاصة وجهود محلية وغير محلية من إخواننا سواء السوريين أو الأردنيين أو من العرب بارك الله فيهم جميعا، يقوموا برعاية العديد من الجرحى. وهؤلاء الجرحى أعدادهم هائلة جدا ومصاريفهم أيضا عبء كبير ومكلف للغاية، منهم مشلولين ما بيستطيعوا يتحركوا، ومنهم مقطوعي الأطراف، ويعني في تعدد كثير في هذا. والجريح عندما يخرج يحتاج بعد الشفاء إلى معالجات وعمليات جراحية متتالية حتى ممكن يضمطوا صحيح. جرحه، يشيلوا السياخ، يقيموا السياخ، يحطوا أطراف صناعية وما إلى ذلك. وهذه يعني مهمات تعجز بعض الدول أعتقد عن القيام فيها. وهذه يعني مثل ما تفضلتي وقلتي في بداية حديثنا إنه العمل في إغاثة الجريح ليس بالسهل وإنما مضني ومتعب، ونشكر لك هذا الجهد الكريم. لكن أنا أود سؤالك يعني سؤال آخر، يعني أولا هذه جهود يعني جبارة مثل ما حكينا، بحب تعطي فكرة للأردنيين في كل المملكة وأخواننا العرب أينما كانوا، يعني هذا يعني علاج الجرحى مكلف ومبالغه طائلة جدا، يعني هل هناك مصادر خاصة دولية أو غير دولية أو منظمات عربية أو غير عربية؟ مين اللي بيساهم معاكم مع منظماتكم أو مع منظمات الآخرين في علاج إخواننا الجرحى؟ هلا بداية الأمر لما استلمنا ملف الجرحى واشتغلنا فيه، كانت القائمة عليه هي نقابة المهندسين الأردنيين، الله يجزيها الخير. نعم الله يجزيها الخير. والنقابة عملوا حملة وعملوا عشاء خيري نعم وطلعوا فيه بصندوق، نعم وانطلق الملف من خلال هذا الصندوق. ولمصداقية النقابة في الوطن العربي وسمعتها الطيبة، صار يجوا يعني من الخليج العربي وبالذات من الكويت، الجمعيات الخيرية كلها مجتمع مدني. نعم يعني نحكي دول كدول، لا مش الدول هي اللي اشتغلت، هو مجتمع مدني، جمعيات خيرية خاصة هن اللي اشتغلوا. نعم هلا إذا بنحكي على الدول، هذا شغل الدول مع الدول، نعم نحكي الحكومات مع الحكومات، صحيح. لكن أنا بحكي على نطاق عملنا نحن، نعم لا هو مجتمع مدني كان عم يشتغل، وصار هذا الدعم لهذا المشروع. وسبحان الله وقت أنت بتشتغل شيء لله وأمر أنت يعني عم تشتغله يعني وهدفك منه الأجر، بقى هذه رزقتهم ورزقة هذا الجريح، يعني سبحان مثل ما الله. هي رزقة الإطعام والكساء والإيواء و هذا الجريح كمان يعني رزقته مو احنا بنجيبها، طبعا رزقته على الله عز وجل، بقى هي جاي بكيفنا برضانا بغصب عنا احنا احنا بس وسطاء نعم يعني لا غير. بقى تيسرت الامور بهاي الحاله، للان مستمر هذا الموضوع، للان احنا يعني المصاريف وهذه التكاليف عاليه جدا. جهات من الجمعيات من الخليج العربي، في جهات من الاردن الله يجزيهم الخير، في مؤسسات اردنيه، في اشخاص من الاردن باسمائهم، يعني ما فيني اذكر اسماء وانسى اسماء، بقى الشكر لهم جميعا عم بيساهموا، لكن هذا الموضوع ما له سهل. نعم هذا يعني انت عم تحكي عن مبالغ طائله. لو انه الان الاليه شوي اختلفت عن ما بدانا، لانه كنا متوقعين بالبدايه انه الازمه ما تطول، نعم وقلنا شهر شهرين ثلاثة، لكن أشهر. الواحد لو عارف حاله بتطول هيك كان يمكن يشتغل بداية بطريقة تانية أو مختلفة. صحيح. الآن الآلية مختلفة، يعني بدي أعطيك مثال بسيط. مثلا
يعني أنا الآن عندي مثلا بدي أعطيك شهر سبعة، شهر سبعة دخل عندي أو دخل أكثر من 120 جريح، ولكن اللي أخذوا عمليات جراحية أو يعني استفادوا من العمليات الجراحية قريب 90 جريح. 90 جريح. 90 جريح طلعت فاتورة ال90 كلهم نعم. إذا بنحسبها 156 ألف. قسم ال156 ألف على 90 بيطلع حوالي يعني 1600 1700 دينار انت عم تحكي عن جريح دخل لغرفة العمليات اكثر من 5 مرات، وفي مستشفيات راقية وفي مستشفى ومستشفيات فايف درجة ستار تعتبر خمس خدمة نجوم. خمس نجوم. نعم 1600 دينار يعمل اكثر من 5 عمليات، يتركب له جهاز، يخضع لاكثر من فترة زمنية، يعني الموضوع ما له سهل، ولكن حتى المستشفيات هي الله يجزيهم خير هن عم يعني عم يساعدونا باسعار يعني متدنية، عم بيساهموا معنا انسانيا. بقى الموضوع كله انساني، بس اذا تتعامل مع اي جهة لازم تكون هالجهة متبنية القضية، إذا ما لها متملي القضية صعب تساهم معك، صعب تساعدك، نعم 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 النظرة حتكون مادية بحتة. نعم نعم بقى الموضوع ما له سهل أبدا، وجني الفلوس ما لها سهلة، لكن استمرارية العمل، السمعة الطيبة، شفافيتك بالعمل أهم شيء. يعني أنا أعتبر مثلي مثل أي شخص عم يخدم هذا المشروع، صحيح. يعني مو أنا صاحبة المشروع، ولا أنا القائمة عليه، أنا بدون الكوادر اللي حوالي كلها ما فيني أخدم ولا نعم شيء، أنا نعم مو طبيبة بالأصل. نعم نعم بقى الموضوع حلقة بتكمل أخرى، هي سلسلة نعم ونحن حلقة بهي السلسلة. صحيح. يعني خلينا نقول إنه يعني هذا العلاج، علاج الجرحى، يعني مثل ما تفضلت أختنا أم عبد الله، ملف كبير ومكلف، ومكلف للغاية، لكن الخبرة أدت إلى يعني التعامل الصحيح مع هذا الملف، وأدت إلى خفض الفاتورة. مثل ما تفضلتي انت، احنا كنا في بداية الأزمة كان الجريح ندفع 5000 دينار و6000 نعم دينار، لأنه ما كناش عارفين يعني انه هذا راح يكون في استمرارية، وكانت أعداد بسيطة. لكن الآن مساهمة المشافي الخاصة والمجتمع المحلي واستمرارية تدفق الجرحى، الجرحى وما فيش حلول أخرى، لأنه مستشفيات الدولة أيضا تقوم بواجب، تقوم بواجب لكن كبير عليها عبء كبير عليها أصلا، عبء كبير، ومستشفيات الدولة أيضا هي اللي يعني تتحمل الأردنيين أصلا، يعني يا دوب بياخذوا دور بالضبط هون هي فيها. يعني تشارك الأردني والأخ السوري في صحيح هذا العلاج. ويعني من هنا، من منبر نور مينا، من فزعة وطن، مناشدة إلى المجتمع العربي والمجتمع الدولي: قفوا مع إخواننا السوريين، قفوا مع الجرحى الذين لا حول لهم ولا قوة، قفوا مع إخواننا الذين شلوا بعد إصابتهم فيما يدور في بلدنا الحبيب سوريا، قفوا مع بناتنا، مع أطفالنا. هناك أطفال عمرهم 2 سنة، أرجلهم مبتورة وأيديهم مبتورة. أنا لا أريد أن أحزنكم كثيرا، لكنني أريد أن أسلط الضوء بأن على هذه المعضلة العظيمة. أناشد جميع الحكومات العربية بأن تسعى لإيجاد حل، وحل مناسب لإخواننا السوريين الذين ساهموا على مدار عدة أعوام، بل عشرات بل مئات الأعوام، وقفوا مع جميع إخواننا العرب. ننتقل من ملف الجرحى إلى ما بعد الجرحى، بعد ما يخرج الجريح أو المريض أو الذي أسعف، تتبنى إحدى الجهات وبنزلوه في أحد يعني دور الشقق، الاستشفاء، دور الاستشفاء اللي يعنى فيها، يعني نعم. تقدم إله العناية الطبية لازم. اللازمة. كلفة العناية بالجريح ما بعد المشفى شو بتتوقعي، وكيف وقديش، وشو بيعملوا هالناس، ومين هالجهات اللي عم بتحاول تساعدهم، إذا سمحتي لنا؟ هلا الهدف من الموضوع انك انت الجريح ما يطول عندك بالمستشفى، انه ياخذ حقه بالكامل، ولكن يقلب، يعني السرير عندك يقلب مشان انت تستفيد منه لجريح تاني. نعم. بقى مشان ما يقعد الجريح لحد ما يعني ياخذ يوصل لمرحله الاستشفاء الكامله، حياخذ وقت كتير، لانه انت الجريح وقت عم يوصلك صحيح عم نحكي عليه فريش وخلال ساعات، والاصابه يعني خلال يعني يا يوم يا يومين يا اما ساعات، ولكن هو عم يوصل فورا في عنده التهاب، يعني هذا الغريب بالموضوع، بانه هذا السلاح مسمم عم يكون. بقى مجرد ما وصل لعندك عم تلاقي في التهاب، في انفكشن، طب هو ما لحق اصلا. لكن هذا الحكي اذا بده يضل قاعد بالمستشفى لحد ما هذا الموضوع ينتهي على الاخر وينضف، بده شهر وشهر ونص واكثر.
بقى لانه في غيره بدنا نطلعه بقى كانت الفكره انه يكون في دور استشفاء. نعم. هي بتاخذ هدول الجرحى باختيارهم هن طبعا. وين بده هو يختار، وين المكان بيناسبه، بحب يروح لهون بحب يروح لهون، يعني مش من توجيه من عنا، بيطلع لهذا الدار. هلا هي الدار فيها اطباء، فيها ممرضين، فيها علاج فيزيائي. هلا هو بيصفي بهذا الدار، بياخذ فيها الغيارات والدريسنج، لانه في منهم جرحى يومي لازم يتغير لهم، في كل 3 ايام وحسب حالته وجرحه. نعم. بياخذ حقه بالغيارات، في اشراف طبي عليه، بعدين هو في نظافه، في نظافه، في ماكل مشرب، هو اكل شارب نايم. نعم. ومعالج. نعم. بعدين اي ضيف، لانه فيش عندهم اهل هذول. هلا ما في اهل، هلا اهلهم بيجوز يلحقوهم بعد بفتره. هلا مثلا انا مثلا اجاني جرحى يعني حالتهم كانت صعبه جدا جدا، وخلال يومين استشهدوا. نعم. ما معهم اهلهم. يعني الغرباء اللي من موجودين مع جرحى ثانيين، هن اللي استلموهم، هن اخذوهم، هن دفنوهم. نعم. بقى الان انا عم بحضر اصلا انه هذه التقارير كلياتها وهي الحالات تكون عندي جاهزه بملفاتها بتقاريرها كيف وصلنا، لانه بجوز قبل انتهاء الازمه او بعد انتهاء الازمه يجوا اهلين يقولوا كان عندكم كيف مات، شو سبب موته، بدنا نكون يعني احنا. انا اذكر قبل عده ايام اجاكي جريح وتوفى، وكانت يعني في كلام عليكم انه يعني ايوه ما وصلنا ثلاثه، توفى ثلاثه ونص الا خمسه، وطلع كلام انه هو وصلنا ومات عنا واحنا قصرنا فيه او شبه انقتل عنا، وقصه طويله عريضه. نعم. بقى يعني تقاريرنا لازم تكون جاهزه، ورقنا جاهزه، لانه هذه ارواح. نعم. انت ما عم تتعامل يعني الملف كثير 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 صعب. صحيح. كثير حساس. نعم. ارواح بين ايديك تحاسب عليها، يعني اول شيء تحاسب امام الله عز وجل. نعم. مقصرت فيها بقى. نعم. كيف امام البشر. صحيح. انا بقول يا محلى حساب الله عز وجل امام حساب البشر. البشر. صحيح. ما بترحم. نعم طبعا الله سبحانه وتعالى هو ابدا الرحمه. نعم. عند الله عز وجل. نعم. بقى هذا الجريح بيطلع لهي الشقه وبياخذ كامل حقوقه هنيك الى ان تنتهي علاجه، حتى العلاج الفيزيائي لانه مبتوره اجره مثلا او مبتور الطرف، في عنده العضلات بتصير مثلا بتضمر بده. نعم. علاج فيزيائي لحد ما بعدين يجي الطرف يركب، لانه الطرف ما بيركب خلال يوم اثنين. صحيح. بده لحتى الجرح يضب ويرجع لحجمه الطبيعي. نعم. بعدين بيركب هذا الطرف. بقى هي الجهات انا بعتقد يعني باعتقادي انه الان صارت كافيه بالبلد. نعم. وهي شقه الاستشفاء صارت كافيه. نعم. يعني ما عدنا بحاجة لأشياء زيادة، يعني في مكان مثلا بيوسع له 170 جريح ما شاء الله، هذا مو سهل المكان. أنا يعني أنا حسب الأرقام اللي عندي واللي يعني إحنا نعلم عنها وتعاملنا معها، إحنا أعداد الجرحى يعني تعدوا عدة آلاف، وعندنا في الأردن الآن حوالي 322 شاب وصبية مشلولين، يعني. نعم. عندهم شلل كامل. هناك مئات مقطوعة أطرافهم سواء الأرجل أو الأيدي، يعني الأعداد هائلة جدا، وهذا يحتاج إلى تأهيل طبي وتأهيل نفسي. بدي أسألك أنتوا يعني في عندكم برامج أنتم أو الجمعيات اللي يعني يعني اللي لكم علاقة لها في موضوع التأهيل النفسي؟ هذا المريض عندما بدخل دار الاستشفاء بده يكون نفسيا يعني كان محطم كامل. هل هناك يعني في اطباء في معالجين نفسيين بيتابعوا هذه الحالات وبيسالوا عن هذه الحالات وبيداووها يعني بيتابعوها؟ هلا في عده جهات ومنهم الاغاثه الاسلاميه الله يجزيهم الخير، في عندهم فريق كامل للدعم النفسي وكان من بدايات شغالين فيه وما زالوا. نعم. الان ويعني نشطين، والفريق هذا نسائي وشباب. يعني هلا بتواصلوا معي مثلا بالمستشفى انه عبد الله فينا احنا نجي نشوف الجرحى، بقول لهم طول ما انا موجوده بالمستشفى الدوام كامل معكم، يعني عشان اكون انا يعني موجوده مش قادر انا اساعدهم او اهيئ لهم مكان يقدروا يقعدوا هن وياه. هلا كثير مهم لانه الجريح وقت بيجيك بغض النظر هو انصاب وين، انصاب هو مدني ولا غير مدني، انصاب ببيته ولا مو ببيته، هو مصاب. نعم. بعدين وقت بيطلع لعندك مثلا يعني عندي شب، انتم تتعاملون مع الجريح كانسان، انسان احنا عملنا انساني بحت ودينه ولونه وطيفه السياسي. أبداً. لا علاقة لنا ما احنا ما لنا علاقة لا بفكره ولا توجهه. نعم. ولا انتمائه. نعم. احنا لنا علاقة بانه هو هذا جريح انسان احنا بدنا نساعده كانسان. نعم. بيصل لعنا